شكرا أستاذ مهند على الاستضافة. والموقف فيما يتعلق بهذا التطور الخطير هو الإدانة والإدانة الكاملة، ودعوة المجتمع الدولي ليس فقط للإدانة ولكن لاتخاذ إجراءات للحيلولة دون أن تستمر هذه الميليشيا في أفعالها المخربة للاستقرار في منطقة الجزيرة العربية وما حولها وخطوط الملاحة المحيطة بها. التطور الذي شهدناه اليوم هو تطور بالفعل يعكس أن هذه الحركة، هذه الميليشيا مأزومة نتيجة ما يحدث ميدانيا من تطورات إيجابية لصالح التحالف. هي فقدت أرضا وفقدت الكثير من السيطرة، وهذه الأمور طبعا تدفع هذه الحركة ومن يقف وراءها إلى القيام بهذه الأفعال اللي يعني نعتبرها إلى حد كبير دعائية، وإن كان للأسف الشديد يسقط من جرائها مدنيين وتستهدف يعني أهداف مدنية، وهذا أمر طبعا نأسف له. ويعني تحتفظ دولة الإمارات كما تحتفظ المملكة العربية السعودية أو أي دولة تتعرض لمثل هذا الهجوم بحقها في الرد عليه بالطرق التي تراها. ما الذي يمكن سعادة السفير للجامعة أن تفعله يعني المساهمة في هذه الإجراءات التي أشرت إليها حضرتك للحيلولة دون استمرار هذه الميليشيات في استهداف منشآت مدنية تحديدا خارج اليمن؟ الذي نستطيع أن نقدمه أستاذ مهند في مثل هذا الوضع، لأن احنا طبعا ليست لدينا يعني قدرات عسكرية أو ما شابه، احنا منظمة سياسية نستطيع أن نقدم تعبئة سياسية لهذا الوضع، تعبئة سياسية لدى كل اللاعبين الدوليين بدءا من العواصم المؤثرة في العالم وبعض العواصم الأخرى التي يعني تنهج نهجها، أنه نقوم بهذه الحملة لشرح الأوضاع، لأنه البعض سواء عن عمد أو عن جهل بتلتبس لديه الأوضاع ويخلط الأوراق تماما ولا يفهم يعني ما هي الأسباب والمسببات لاستمرار الوضع العسكري الحالي. لابد للجميع أن يفهم أن هناك حركة تتحرك بأوامر من قوة إقليمية موجودة تسعى لزعزعة الاستقرار في الدول الموجودة في هذه المنطقة وفي خطوط الملاحة المحيطة بها. هذا الأمر يجب أن يتوقف، هذا الأمر يجب أن يحظى بتفهم المجتمع الدولي بشكل كامل. كون أن هناك دول تأتي في لحظة ما لأسباب تخصها وتقول لا، لابد للعمل العسكري أن يتوقف كده بدون أن يوضع إطار عام وخطة عامة كيف يمكن التعامل مع وجود هذه الميليشيا، هذا أمر طبعا لا يمكن القبول به ولا تفهمه. وبالتالي دور منظمة مثل جامعة الدول العربية هو المزيد من الشرح، المزيد من التوضيح والتعبئة السياسية لصالح المواقف العربية التي تستهدف يعني اقتلاع هذه الحركة ووقف نشاطها بالكامل في اليمن العزيز.